Energy shuffle operation. Motor operation is based on the attraction and repulsion between magnetic poles. بما أن إحنا عدنا أكو فيلد حيكون كهربائي وعدنا مغناطيسات راح يوفر لنا فيلد مغناطيسي تمام، فأكيد راح أقدر أصنع قطبين بالفيز راح أسوي الانرجايزد. فرضا هسه هذا عندنا مثال بهذا 3 فيز AA2 BB2 CC2، عدنا بأنه إذا C والC2 أنا أطيب كهرباء انرجايز حصير عندي قطب نورث وقطب ساوث، وعندي مغناطيس أكيد بهمين قطبين ناحية ولد نورث وساوث، فأكيد بالتجاذب نورث وساوث نورث وساوث راح أقدر أطيل هذا الفيز، فالشيفت راح يصير بهذا الاتجاه راح يصير ألايند مع هذا. زين إذا أطي الفيز الآخر اللي بعده ساوث نورث تمام، فأكيد الروتر هذا القطب النورث ساوث راح يجي لهنا راح يتحرك إلى هذا الاتجاه، ونفس الشيء إذا أطفي هسه هذا وشغل هذا أكيد راح يتحرك، وإذا أظل كسه أطي فيز من الفيزات وبسرعة معينة أكيد الشيفت مالتي راح يدور حسب الفيز اللي أنا شغلته أو أنا سويت الإنرجايز، فأكيد راح يظل يفتر الشيفت حسب كلوكوايز أو أنتي كلوكوايز حسب الكود اللي نعطي أنا وحسب الفيزات الترتيب الفيزات اللي قا أسوي لها إنرجايز. فهنا كتب لك إياه using the three phase motor showing in هذا الفيجر the process starts when current flows through one of these three stator windings. واحد من ذني الثلاثة تمام الwinding بأنه يدخل منه يطلع منك فحسب عندك قطبين. And generates a magnetic pole that attracts the closest permanent magnet. هن أكيد هواية بس ياهو closest ياهو أقرب واحد إلهن فراح ينجذب الأقرب permanent magnet موجود. طبعا هنا صار العملية عكسية بأن الملفات هن للخارج والمغناطيس للداخل، لكن ممكن يصير عملية عكسية مثل ما عندنا الإكزامبل الحقيقي راودكم إياه الماتور الحقيقي بأن المغناطيسات للخارج والملف هو للداخل، لكن المبدأ نفسه. The rotor will move if the current shifts to an adjacent winding. بأنه أكيد إذا غيرت أنا الملف بأن من هذا إلى هذا أو إلى هذا وبالتعاقب أكيد راح يفتر الشيفت مالتي. Sequentially charging each winding will cause the rotor to flow in the rotating field. In a rotating field. The torque in this example. خلينا نشوف التورك. التورك يعتمد على شنو؟ Depends on the current amplitude على مقدار التيار راح تعطي للwinding مالتك and the number of turns عدد لفات on the stator winding اللي موجودة بالstator عدد لفات، وإحنا عندنا أصلاً الwinding فقط بالstator. فشدة التيار تمام. Number of turns عدد لفات الملفات مال الstator. The strength and size of the permanent magnets تمام، شدة مثل ما قلنا ياهو يوفر لك magnetic density أكثر يعتبر أفضل، فالشدة مالت المغناطيس والحجم مالته أيضا ياهي يعتمد عليه. The air gap between the rotor and the winding أكيد على ال air gap تمام. And the length of the rotating arm أكيد التورك يعتمد يعني على ذراع القوة تمام، الذراع اللي خاصة بالتفتر تمام. length of the rotating arm واحنا هذا مبدأ معروف بأنه العزم يساوي القوة في ذراعها، معروف كما طول ذراع القوة كما يزداد العزم. مثل ما تركنا سابقا بأنه الملفات مالتي مالت الستيتر راح تكون مربوطة إلى سويتشات وأكيد إلى كنترولر. هاي السويتشات مثل ما هنا موضحة بالصورة، هنا عندنا سينجل فيز نشوف هذا الطرف A ملفوف حول البولز وخارج طرف بي راح يكون مرتبط مع اتش بريدج بها اربع سويتشات. اذا اقدح هذا السويتش وهذا السويتش اكيد التيار راح يفوت بهذا الاتجاه، لكن اذا اقدح سويتش 3 سويتش 2 راح يفوت التيار بالاتجاه المعاكس. شدة التيار راح يعتمد على المصدر مالتي، لكن اتجاه التيار يعتمد على السويتشات مالتي، وهذا الاتش بريدج مربوط مع فيز واحد من هاي الفيزات مالتي. لكن بالاضافه لهذا الشيء اكو شيء اسمه فيدباك موجود بالبرشلس راح يعطيك تغذيه راجعه يفيدك تعرف ب الروتر بوزيشن، فاسمه روتر بوزيشن فيدباك تو ديترماين وين تو سويتش ذا كرنت. لان انت هنا عندك فيز واحد اكو نوع بثلاث فيزات، مثلا انت تريد تعرف بالضبط يا ملف انت تريد يا فيز تريد تسوي له انرجايز يا ملف من ذني الملفات، فاكيد تحتاج تعرف موقع الروتر بالضبط شنو، يا بول موجود تمام،
على مود تقدر تغذي خلينا نقول الملف مال الستيتر الصحيح، على مود تسوي سويتش، على مود تخلي الروتر مالتك يفتر اتجاه الصحيح. فانت تعرف من الفيدباك اتجاه الروتر، روتر بوزيشن فيدباك اسمه. ف اما هول سنسر يا اما روتري انكودر، ويكون هنا مثبتات على الستيتر، واطراف الوايرات شفتوها بالحقيقه بانه هي تخرج من الستيتر. يعني عندك اطراف للباور اللي هي مثلا هنا بهاي الحاله طرفين اي وبي لتغذيه التيار، لكن اكو بالعكس مثبتات على الستيتر باماكن محدده وبينات المسافات محدده، هن ذني الهول سنسرز اللي راح يرجع لك فيدباك المن للكنترولر مالتك، عمود يعرف يا بالضبط لحظه بانه يقدح اي سويتشات على مود عمود اتجاه التيار الصحيح اللي يحتاجه هو. هنا مذكور لك brushless DC motor control. Brushless DC motors use electric switches مثل ما قلنا to realize current commutation and thus continuously rotate the motor. أكيد أنا مود يتخلي الروتر مالتك يفتر وتقدح السويتشات باتجاهات معينة للتيار راح تتغير، عمود تخلي الروتر مالتك يفتر. These electric switches are usually connected in an H bridge مثل ما شفنا structure for a single phase. هاي for a single phase. إذا تريد 3 phase فأنت استعمل 3 phase bridge structure for 3 phase brushless DC motor. أنا مصير عندك أطراف A B C فتستعمل 3 phase bridge structure أنا مو تحصل على A B C، لكن إذا أنت عندك فقط single phase فتستعمل H bridge بأربع سويتشات فقط مو 6 سويتشات. بحالة السنجل أربع سويتشات، بحالة 3 فيز راح يكون 6 سويتشات. الست سويتشات راح يعطينك ثلاث أطراف A B و C، والنوع اللي بيه 6 سويتشات هو نفس النوع اللي شفناه احنا بالحقيقة راوتكم إياه، هو هذا 3 فيز brushless DC motor. وهذا هنا الفيجر موضح لك بأنه هذا الدي سي موتور الاعتيادي A و B، هاي الأطراف الأوتبوت 1 وأوتبوت 2، وعندك أربع سويتشات، هذا سويتش هذا سويتش هذا سويتش وهذا سويتش. طبعا القدح مالتك راح يكون طريقة ممكن بلس ويث موديليشن، تمام، ال بي دبليو ام، وهذا مصدر الدي سي مالتك. بحالة 3 فيز عندك 6 سويتشات، ونفس العملية ممكن تكون عملية قدحهم بلس ويث موديليشن، وهذا طريقة ربطهم يو في دبليو على 3 فيز مالت الموتور مالتك. واكيد انت قاعد تسوي انرجايز المن للملفات مالت الستيتر، تمام، لان الروتر انت عندك بيرمننت ماجنت ما يحتاج. نجي نتعمق اكثر بالهول سنسرز. A 3 phase brushless DC motor requires 3 hall sensors. اذا كان 3 phase require 3 hall sensors to detect the rotor's position. مثل ما قلنا عمود نعرف الروتر بالضبط يا بوزيشن هسه واصل. Based on the physical position of the hall sensors، على بالضبط وين موجود هذا السنسر، اكو two types نوعين of output، a 60 phase shift and 120 degrees phase shift، تمام. فاذا لو 120 درجة phase shift لو 60 درجة phase shift. Combining these three hall sensor signals، هذين الاشارات اللي احجن من ذني الهول سنسرز الثلاثة، can determine the exact commutation sequence، انا بدنا نعرف عن طريقه بانه بالضبط شلون راح يصير السيكونس اللي خاص بالكوميتيشن للتيارات اللي راح تدخل للفيزات. السنسرات الثلاثة 3 هول سنسرز 1 2 3، هذا شكلهم راح يكون بالضبط على السطح مال البولز مال الستيتر. هذا الستيتر راح يكونون مقابل منه بولز مال الروتر للماجنتس، تمام، راح يكون بالضبط تواجه السطح مال الماجنتس. نشوف بالضبط يا قطب وصل 3 هول سنسرز كل راح تكون متواصلات فت سيركت هنا، وهاي الوايرات مالتها الاصفر والاسود والازرق والاحمر والاخضر اللي هن ذني راح يروحن للدرايف، يروحن للكنترولر،
sorry, by feedback del controller. Feedback, feedback il men del pulse mallet rotor. Non ha pesato. طبعا هنا مشروح الصورة بأنه شون ذني السنسرات بأنه راح ينقدحن والمدة الزمنية. هنا اكو شغلات كلش مهمة. عرفنا بأنه عندنا سنسرز A, B, C ثلاثة راح يصير 3 hole sensors 3 phase mounted 120 intervals بيناتن ال 3 phase ذني السنسرز كل 60 درجة of rotation راح يغير الستيت مالته. السنسرز يقرا اما صفر يا اما واحد، كل 60 درجة من الروتيشن راح يغير الستيت مالته من صفر الى واحد. طبعا انت عندك 3 فيز، اكيد كل فيزين يشتغلون سوا، تمام؟ يعني هسه بهذا الفيز هنا اليو والفي مشتغلات، اليو هو البوزيتيف والنورث والساوث راح يكون مع الفي، فتعرف بانه اليو هو راح يرتبط مع الجزء الموجب والفي راح يرتبط مع الجزء السالب. فشوف سويتش 4 مع الفي وسويتش 1 مع اليو وهكذا. هذا السنسرز راح يقرا لك 001 ومثل ما قاعد اشوف بانه انت عندك نورث ساوث نورث ساوث مع كل مع كل فيز، تمام؟ النورث راح يصير من فيز والساوث راح يصير من فيز الاخر. هذا الستيب اللي وراه، شوف على هذا الترتيب، هاي ستيب، هذا الستيب اللي وراه الثاني راح يشغل عندك اليو والدبليو. اليو هو الـ مع الموجب والدبليو هو يكون مع السالب وهو الاس 6، فيدخل من اليو يطلع من الدبليو. هنا الدبليو والفي فراح يدخل عندك من الفي هو راح يكون البوزيتيف ويطلع من الدبليو راح يكون هو النيجاتيف الساوث وهكذا لحد ما تكمل 6. من يكمل 6 تكمل 1 الكتريكال سايكل. خلي بالك بانه دائره دوره كهربائيه وحده كامله مو ميكانيكيه، مو شرط ميكانيكيه. وهنا مكتوب لك however one single cycle may not one single cycle دوره هاي سته تاخذ may not correspond to complete mechanical revolution. مو شرط بانه دوره ميكانيكيه كامله. the number of signal cycles to complete a mechanical rotation عمود، خلينا نشوف كم نحتاج كم سايكل عمود يكمل لنا 1 ميكانيكال روتيشن، از ديتيرمايند باي ذا نمبر اوف روتر بول بيرز، يعتمد على عدد البيرات مال بولز، تمام؟ كم بير عندي من بولز بالروتر مالتي، بالروتر مالتي اللي هو عباره عن مغناطيسات، كم روتر بول بير عندي؟ يعتمد عليهن بانه احتاج كم دائره كهربائيه، كم مره، كم ست مرات اسويها، بجوز بس ست مرات كافيه بانه تدور لي دوره ميكانيكية واحدة، ممكن لا احتاج اكثر، يعتمد على البول بيرز. ونعرف بانه كل هنا مكتوبك for every 60 degrees rotation one of whole sensor change its state it takes 6 steps to complete a whole electrical cycle. وهذني ان 6 states اللي موجودات، تمام؟ فالاي بي سي هن الهول سنسرز اي بي سي، فيقرا 001 ورا 101 ورا 100 هنا 110 010 011 ويرجع مرة ثانية. وهنا مبين لك بأنه ال U هو البوزيتيف والفي هو النيجاتيف نورث ساوث،